بيبدأ سن المراهقة من 13 ل 18 سنة. طبعا تعتبر السمنة بفترة المراهقة من أخطر أنواع السمنة. ليش؟ لأنه تأثيراتها مش بس بتنعكس على الصحة الجسدية، بتنعكس على الصحة النفسية كمان. طبعا تتراوح أسباب السمنة عند المراهق بين أسباب تتعلق بالمراهق نفسه وأسباب تتعلق بعوامل أخرى. طبعا من أكثر الأسباب اللي تتعلق بطبيعة الحياة الغير صحية عند المراهق هي تناول كميات كبيرة من السكريات والحلويات والأطعمة الجاهزة، اللي بتؤدي لزيادة مستويات السكر في الدم، وبالتالي بتؤدي لزيادة إفراز هرمون الإنسولين، وبالتالي طبعا بيسبب زيادة تراكم السكريات بالكبد والعضلات، ورح يؤدي بالآخر لتحول السكريات إلى دهون اللي بتتراكم بأماكن معينة مثل البطن، العنق والوجه، زيادة الوزن بشكل عام. قلة النشاط البدني بيلعب دور كتير كبير موضوع السمنة عند المراهقين، بسبب أنه بيعدوا ساعات كتير طويلة على النت أو الألعاب الإلكترونية، وبالتالي أكيد بيتبع هذا الشيء لتناول أطعمة عالية من السعرات الحرارية، وبالتالي لزيادة الوزن.